أبينا الحاج عمر وأنت تعيش مع زملائك ورفاق الدرب رفاق السلاح في هذه المنطقة، منطقة دلاج الطاهرة الطيبة، ماذا عساك أن تقول؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقول بارك الله في الرجال اللي راه يعني صنعوا لنا هذا الموقع، وبارك الله في الرجال اللي حضروا المعركة هذه، واللي استشهد الله يرحمه، واللي حي الله يرزقه. واليوم رانا اليوم شرنا في النهار الثلاثاء 15 نوفمبر يوم الثلاثاء، رانا يعني مع المجاهدين والسلطات نتاع زكار، نشكرهم وعلى الزيارة اللي يعني زرناها الشهداء، وزرنا مقبرة الشهداء وقاموا بنا وبارك الله فيهم. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.